أهلا بحضراتكم من جديد. نروح دلوقتي لحالة الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، والطقس سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. نروح دلوقتي مع حضراتكم لاستعراض لدرجات الحرارة اليوم في عدد من المحافظات المصرية. وتنضم إلينا هاتفياً الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، والصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلاً بك يا فندم. أهلاً بحضرتك. هو بداية، هل صحيح ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يوم أو يومين كده، أنه تقريباً بنتكلم في حوالي أسبوع وتكون البداية الرسمية لفصل الشتاء؟ لا، هي البداية الرسمية لفصل الخريف. احنا ان شاء الله متوقع 23 سبتمبر بداية فصل الخريف، يعني الجمعة الجاية. الجمعة الجاية بإذن الله يستمر معانا لمدة 3 شهور تقريبا، ويبدأ فصل الشتاء 21 ديسمبر ان شاء الله. يمكن فصل الخريف معروف دايما ان هو فصل انتقالي، بينقلنا من الحرارة والرطوبة اللي في فصل الصيف الى انخفاض في درجات الحراره او اعتدال في الاجواء، انخفاض في نسب الرطوبه، بدايه فرص وسقوط الامطار على المناطق الساحليه او المناطق الجنوبيه. فصل الخريف يعتبر دايما هو احسن فصول السنه، ما فيهوش ارتفاعات كبيره في درجات الحراره ولا انخفاض كبير في درجات الحراره. انا كنت بسال حضرتك على بدايه الشتاء، لانه انا عارفه طبعا هم في 4 فصول، وانه ما بين الصيف والشتاء في فصل الخريف، بس احنا في مصر دايما عندنا صيف وشتاء، يعني عادة ايه الجو يبرد نقول احنا كده بدأنا الشتاء، علشان كده يمكن الإحساس بأنه درجات الحرارة بدأت شوية تنخفض. النهاردة الفجر تقريبا أو بعد الفجر بساعة الغيوم كانت أكتر من الأيام اللي فاتت، ادتنا إحساس أنه ممكن يبقى فيه سقوط أمطار، هل ده ممكن يحصل ولا لسه بدري؟ هو طبعا ما فيش فرص لسقوط الامطار يعني على مدار هذا الاسبوع، لكن بدات فرص سقوط الامطار في البدايه مع بدايه شهر 9. احنا في فصل الخريف متعودين دايما على فرص سقوط الامطار، فالناس بتربط مع سقوط الامطار ان يعني ده فصل الشتاء. بالظبط، مع سقوط الامطار. يمكن احنا في الاسبوع الماضي كان في فرص سقوط امطار على المناطق الساحليه، الاسبوع اللي قبله كان على مناطق من جنوب البلاد، فبدات بالفعل مع اقتراب فصل الخريف بدات فرص سقوط الامطار نشوفها اما في المناطق الساحليه او المناطق الجنوبيه. لكن احنا على مدار هذا الاسبوع بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، انخفاض طفيف في درجات الحراره، بدانا نشعر بانخفاض طفيف في درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل، وخاصه في فترات الليل في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل بدانا نشعر بنسمه البروده. خلال الفترات دي بدات درجات الحراره تختلف بين النهار والليل، بدانا نحس بالاجواء الحاره الرطبه فترات النهار على اغلب المناطق الموجوده في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد. الاجواء على السواحل الشماليه مائله للحراره، ورغم انخفاض درجات الحراره في جنوب الصعيد لكن الاجواء ما ظلت عليها اجواء شديده الحراره. زي ما ذكرنا فترات الليل الاجواء معتدله تماما مع غياب اشعه الشمس، هنحس بانخفاض درجات الحراره وانخفاض نسب الرطوبه. لكن المهم خلال الفتره القادمه ان شاء الله هو وجود الشبوره المائيه. مع انخفاض درجات الحراره واقتراب فصل الخريف هتبدا كثافه الشبوره المائيه دي تبدا تاثر معانا على الرؤيه الافقيه، فمهم جدا ناخد بالنا. ابتدى قائد المركبات والمسافرين على الطرق لازم القياده بهدوء تام ونتبه كافه تعليمات المرور في فترات تكون الشبوره المائيه. فترات تكون الشبوره المائيه.
بالظبط يا فندم، فترات تكون الشبوره المائيه اللي دايما بيكون في الساعات المتاخره من الليل، يعني تقريبا نقدر نقول 3 4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. طيب بخصوص الملابس يا دكتور، زي ما احنا ولا برضو في الفترات اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي دي تنصحي ان احنا ننتقل شويه الملابس؟ لا احنا لسه مستمرين يمكن نهايه شهر 9 ان شاء الله في الملابس الصيفيه. لا بتكلم على الفترات بتاعت بالليل اللي هي قرب الفجر، قبل وبعد الفجر بشويه. يعني احنا نبدا يعني لو في مراوح او تكييفات شغاله نبدا فيها في الفترات دي، لكن لسه مستمرين ملابس صيفيه الى ان نشعر بالبروده، خاصه كمان مع ان شاء الله بدايه المدارس في بدايه شهر 10 هيبدا الاطفال نقول ان احنا نزود قطعه ملابس ليهم عشان هنحس بالبروده في الصباح الباكر. تمام دكتوره منار، هو حضرتك من محبي الصيف ولا الشتاء؟ من محبين الشتاء طبعا. انا بشكر حضرتك جزيلا. بصي والله دايما محبي الشتاء كده صوتهم فيه ابداع، فيه دفء كده حتى وان كان الشتاء بيكون بارد جدا. دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، يعني دايما يقولوا لنا مثلا لو معاك ضيف على الهواء ما ينفعش ابدا تساله على الهواء انت اهلاوي ولا زملكاوي مثلا، يعني او لو معاك مثلا ناقد رياضي او كده يعني ناقد رياضي ما ينفعش تساله انت اهلاوي ولا زملكاوي، لكن دكتوره منار سالتها وطلعت من محبي الشتاء، يعني وده الطبيعي انه اي حد المفروض يكون من محبي الشتاء.